قال اخويا كرار راح نصحى نصيحه لله، يشتري جي ام سي دنلي يوغن او يشتري تاهو بريمر. البريمر بثمان شدات والدنلي بعشر شدات. انت شو اشتريت؟ بورش. يعني اخو سياره بورش؟ سياره الماني وعاليه؟ عالية. والعالي وجه الله. بيش اشتريتها؟ 15 ونص. اوالي الله ب 15 درت الاخوان راح نقلب السياره. افتحها. شنو هاي السياره ب 15 شده؟ اول شي اللون كوماندوس. الله هاي مو غرفه. اللهم صل على محمد وعلى محمد. استقبال بورش ترحب بكم. مو سياره، مركبه فضائيه. شغلها عمي بيها تبريد، بيها مسجل، بيها هورن. سياره بورش اول وحده تدخل للعراق. اسمع الرقم واحدة بمليون دولار. باوع الرقم مميز. باوع. صلوات على محمد. ويكب طبعا ويكب ب 15 دفتر اغلى من الجيمسي. باوع الداخل حياكه مال يد والماني واحلى رماش. اويلي الله للبورش. مو بورش او فيراري. احلى رماش للبورش. بالعافيه عليك كروري. تروح يا فدوى اليوغن والتاهو. شنو ظهر شو عبالك واحد يسوي مساحات مدد بالاستقبال. هاي انفتح حتى السنه تشوفك. باوع البانوراما. بس هم هواي 15 دقيقه خليك القهوه. بويا بو هواي ب 15 دقيقه ترى حميد. فتولي بويا نبقى على الجبس احسن لنا. شغلنا المسجل. باع تبريد ثلج ونقي الريحه مال الهواء نقاوه بي. يا بنو بي الموبايل يصير هنا. Bye-bye.